بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم معايا في قناة بيبل تعليم الخياطة والتفصيل. النهاردة هنتعرف مع بعض ازاي نطبق مقاسات الكم اللي احنا رفعناها مع بعض، زي ما عرفنا الفيديو اللي فات ازاي بنطبق مقاسات الجسم. نتذكر كده مع بعض مراجعة كده، احنا اتفقنا ان احنا نعرف الموضوع بس خطوة خطوة عشان كل الناس تستفيد معانا. نتذكر كده المقاسات اللي احنا اخدناها للكم، 3 مقاسات يا جماعة، دوران الدراع بتاعي، وبنقول اتفقنا ان هو ده بيبقى ادخن جزء في الدراع، زائد بنزود عليه 4 سم، ودول اساس. لما نقول اساسي يبقى ده الرقم ده معانا 4، ده ثابت. بعد كده طول الكم، وبناخده قلنا من عظمة الكتف لغاية طول الدراع اللي احنا عايزينه، وبعد كده دوران الاسورة. تمام، نتذكر كده برضو مع بعض زي كنا بنرفعها مراجعة بسيطة اهي. ان انا كنت باجي محيط الدراع اللي هو كان اول مقاس يا جماعة، خدته من هنا من ادخن جزء في الكم في الدراع بتاعي. تمام، والمقاس ده هو اللي بضيف عليه 4 سم، ودول احنا قلنا اساسي ثابتين معايا، يبقى هنا ادخن جزء في الدراع. تمام، وباخدوش يا جماعه، ما بشدش المزوره، بسيبها كده مرتاح. تمام، طب بعد كده تاني مقاس قلنا طول الكم بتاعي، باخده من عظمه المفصل اللي هي هنا، اللي احنا خدنا منها مقاساتنا عظمه المفصل اللي هي دي كده. تمام، باخدها وباخد الدراع بتاعي كده زاويه قايمه، باخد الطول بتاعي لغايه الطول اللي انا عايزاه. اتفقنا زاويه قايمه ليه؟ عشان الكم ما يطلعش معانا قصير. بعد كده باخد محيط الاسوره بتاعتي، وباخده من هنا من النهايه يا جماعه كده برضو. باخده لو انا باخده مظبوط، باخده مظبوط يا جماعه لما بيكون اتفقت ان انا لما بكون شغاله في خامه فيها ليكرا، ليكرا يبقى انا حتى لو ضيقته ببقى ضامنه عارفه ان انا الكم بتاعي دراعي هيدخل منه. لكن لو انا اتفقت ان انا لو الخامه ما فيهاش ليكرا، اتفقت ان انا باخد الدوران الاسوره من هنا من الجزء ده يا جماعه، لان الجزء ده ادخن جزء في الدراع. لو ما دخلش الجزء ده هنا، كم هنا مش هيدخل، يبقى انا باخد الدوران من هنا لما بيكون المقاس القماشه نفسها ما بتمطش. تمام تمام، هنجيب القماشه بتاعتنا. احنا دلوقتي قصينا الجسم الحلقه اللي فاتت، النهارده هنقص الكم. انا كده هجيب الكم القماشه بتاعتي اهي، انا يعني هنتخيل ان ده كده الوش بتاعها، النقشه بتاعتها او الرسمه بتاعتها. فانا بطبق الايه القماشه كده على 2 كده اهو، كده طبقت ايه 2، يبقى كده انا عندي القماشه قد ايه على 2. برجع اطبقها كده، بجيب ده الناحيه دي على كده، كده اتطبقت على كام؟ على 4. تمام، بقى عندي اهو 1 2 3 4، خلاص كده. تمام كده هيطلع لي معايا الكمين بتوعي، خلاص. تمام، طيب انا عايزه اعرف القماشه دي هتكفي الكم بتاعي ولا لا. مقاس المانيكان اللي احنا كنا رفعنا عليه المقاسات بتاعتنا، ونفس المقاسات اللي احنا خدناها المره اللي فاتت على تطبيق مقاسات الجسم، هنقول ان المقاس ده محيط الدراع بتاعه 29. هنقول ان محيط الدراع اللي هو ادخن جزء في الدراع 29، وهنا 29 زودنا عليها 4 سم، واحنا قلنا دول اساسي، بقوا كام؟ بقى 33. يبقى احنا بناخد المقاس ده حسب الجسم بتاعنا وبنزود عليه 4 سم دول اساسي، ونشوف الناتج هيطلع لنا قد ايه. هنا الناتج طلع لنا 33 بعد ما زودت، يعني هو كان 29 يا جماعه كده اهو، ادي 29 معايا، وبعد كده زودت له ادي 1 2 3 4، بقى 33. بقى 33 همسك ال 33 دول كده واقسمهم على الاثنين. تمام كده معايا، قسمت كده ال 33 اهو كده اهو على الاثنين معايا كده. احط كده على قماشه الكم بعد ما طبقتها على 4، واشوف هل دي هتنفعني للكم بتاعي ولا هقول كده بتنفعني، وفيها كمان زياده، ولازم الكم يبقى فيه زياده برضه حوالي 3 سم مثلا مبدئيا عشان احنا لسه نكون مبتدئين، علشان خاطر لو الكم طلع ضيق في اي مشكله نعرف نعالجها. تمام كده، يبقى كده القماشه بتاعتي تكفيني ان انا اشتغل واعمل كم. انا كده هعمل كده 33 اهو زي ما اتفقت اهو يا جماعه اهو، بصوا هي مكانها لغايه هنا، يبقى انا كده معايا زياده. عندي كذا طريقه ازاي اعمل كم، هناخد ابسطهم النهارده. اول حاجه بجيب دي البلوزه، دي تطبيق المقاسات يا جماعه اللي احنا خدناها المره اللي فاتت، واتفقنا ان انا اول حاجه بعملها بقفل الكتاب بتاعتي، وانا بالفعل قفلتها. تمام، بجيب الحرده بتاعتي كده، دي اول طريقه وابسط طريقه، ان انا بحطها كده، انا بحط الحرده بتاعتي زي ما هي كده كاني راح ارسم حاجه اهو، واضحه اهو، حطيتها كده وزي ما هي كده بحطها وكاني بشف حاجه.
شايفين الجزء ده؟ فاكرين لو احنا طلعنا 2.5 سنتي، 2.5 من الزاوية وخدناه، هاجي اشده بس كده شدة بسيطة بس، وهاجي ارسم الحردة بتاعتي. خلاص كده كأني برسم حاجة. فاكرين الفرد بتاع الخياطة اهو، فرد الخياطة بتاعي اهو اللي في البلوزة بتاعتي، تمام. يبقى انا عملت ايه؟ حطيت الحردة اهو، جيت عند الجزء اللي انا كنت طلعت منه 2 سنتي وعملت الدوران بتاعه، بشده بس شدة بسيطة كده اهو، تمام. شايفين حتة الدوران دي اللي انا عملتها؟ انا كأني بقى برسم عين، وهعمل القوس ده عكسه، كأني برسم عين. شايفين كده؟ بدل ما هو كده انا هعمل خط تاني كده كأني برسم عكسه، فتطلع معايا الرسمة كده. خلاص كده يا جماعة اهو، تمام. وباجي من هنا باخد دوران الاسورة بتاعتي ايا كانت، مثلا طلعت لي 20، باخد نصها 10 من الناحية المقفولة من هنا، وقيس مثلا هنا 10، فاصبح عندي هنا نقطة وفوق برضو هنا نقطة. هنا كده يا جماعة، هنا كده يبقى طول الكم بتاعي عادي خالص، تمام. وباخد كده الطول بتاعي بتاع الكم بتاعي من هنا كده، بوصل النقطة بالنقطة دي، تمام. ودي أول نقطة، تمام. دي أول طريقة معايا. احنا اتفقنا تاني اهو، بحط المقاس كده عادي خالص، وجيت عند الجزء اللي هو اللي فيه القوس دوت، بروح فرداه سنة وبعمله كأن القوس ده بقى كده، لا بعمله كأني برسم عين بس. هو دي كده، هنعرف الطريقة دي، هنعرف الجزء ده جه ازاي. نشوف الطريقة الثانية، هاجي كده اهو، تمام. طيب انا من غير بقى، مش هستخدم بقى البلوزة بتاعتي او اي حاجة، هجيب ان انا كنت عاملة ايه، كنت اخدة 29 وزودت لهم 4 سنتي، بقوا كام؟ بقوا 33. جيت طبقت ال 33 كده على الاتنين، بصوا اهو، احطها كده من الناحية المقفولة يا جماعة، تمام. وهعمل 33 عند ال 33 وكده، واخد نقطة. النقطة دي هروح عاملة عندها خط، هعمل عندها ايه؟ هعمل عندها خط، تمام. خلاص انا عملت ايه تاني؟ خدت محيط الدرع كان 29، زودت له 4 سنتي اساسي بقى 33، طبقت تنيت القماشه اللي قصدي المقاس بتاعي على الاثنين. مقاسات الكم يا جماعه بتطبق وبتتقسم على الاثنين، مقاسات الكم بتتقسم على الاثنين، قسمتها على الاثنين طلعت لي 33، خدت ال 33 كده وخدت نقطه، عند ال 33 كده خدت نقطه هنا اهو، عند النقطه دي عملت خط. هنزل الخط ده كده من فوق، من هنا من فوق لتحت من الناحيه المفتوحه 13 سنتي. خلاص 13 سنتي، ادي عملت نقطة. هوصل النقطة دي من اللي هي من الناحية المفتوحة لهنا راس الكم اللي هو من الناحية المقفولة، هعملهم خط مستقيم كده. دي طريقة سهلة جدا برضو ومظبوطة جدا. هاجي للكم كده المقاس ده وهقسمه يا جماعة كده اهو، بكل بساطة من غير ارقام ولا حاجة، هقسمه كده نصين بقى كده، قسمته على الاتنين، وكل يعني قسمت دي نص ودي نص، كل نص من دول هقسمه كمان نص اهو كده كده، قسمته كده ايه كده، لو خدت بالكم هتلاقيني قسمته كده على 4، 1 2 3 4. خلاص يا جماعه، هاجي كده من الناحيه المقفوله، من الناحيه المقفوله بتاعت الكم، وهطلع 1 سنتي، هطلع كده من الربع اللي من ناحيته هنا، هطلع 1 سنتي، ومن الناحيه المفتوحه هنزل من عند الربع الاخير ده برضو 1 سنتي. يبقى انا عملت ايه؟ طلعت 1 سنتي من الناحيه المقفوله، ومن الناحيه المفتوحه نزلت 1 سنتي. بصوا هوصل النقط ببعضها اهو، بس الحته القوس دي يا جماعه، الحته دي اللي انا قلت لكم دي رسمه العين في الطريقه الاولانيه، تمام كده. انا نزلت من هنا 13 سنتي. خلاص يا جماعه بس، وباخد محيط الاسوره برضو من الناحيه المقفوله عادي، زي برضو ما وريتكم الطريقه الاولانيه، كانه لو 20 مثلا كانه هيبقى 10، وهعمل نقطة وبوصل النقط بتاعتي ببعضها، النقطة دي بدي. خلاص يا جماعة كده أبسط طريقتين دي يا جماعة. الطريقة دي اللي هي بتبقى البطرون قريبة جدا، هي أقرب حاجة للبطرون الكم، تمام. شفت أنا عملت ازاي؟ لما أجي أقص يا جماعة هقص، بس هقص ايه؟ هقص، مش هقص على الخط اللي أنا رسمته ده، هقص جنبه، ماشي. إن أنا اتفقت إن أنا بسيب الزيادة بتاعتي، خلاص. فهقص كده، بص كده معايا، هقص كده اهو اهو، تمام اهو، تمام اهو. باجي هنا واروح يا جماعه كده قصه على الرسمه اللي انا رسمتها اهو،
واجي عند الجزء كده اهو، بص نفس الرسمه، باجي كده ما بجيش ببوظ اديها كده، وادي كده رسمه الكم بتاعتي. بس باجي اعمل هنا يا جماعه فورد عند راس الكم، فورد عشان التركيب بتاعي، عشان لما اجي اركب الكم في الجسم اللي انا عاملاه. تمام كده، تمام. هنعرف ازاي بقى نركب الكم بتاعنا؟ طبعا هما كده اهو طلعوا كمين يا جماعه، كفايه نركب كم، هنعرف ازاي طريقه تركيبه. هنيجي نفرد الجسم بتاعنا كده يا جماعه، ده على الوش بتاعه، ده على الوش بتاعه، ده كده احنا على الوش، دي كده حرده الابط بتاعتي اهي، دي كده حرده الابط بتاعتي دي. تمام، انا كنت هنا عملت فرد عند راس الكم اهو، كان الكم اهو، كنت عامله فرد هنا عند راس الكم يا جماعه اهو، لما كنت راسمه الكم كده عملت فرد هنا كده عند الراس بتاعته. هاجي احط وش على وش كده يا جماعه، وش كده القماش على وش القماش، والفرد بتاع الكم هحطه فين؟ هحطه على خياطه الكتف بالظبط اهو، ادي خياطه الكتف عندي اهي، واحط عليها ايه؟ الفرد بتاع الكم كده. انا حاطه وش عدله البلوزه على عدله الكم بتاعي، واثبت يا جماعه الكلام ده كده بدبوس. تمام، يبقى انا كده ثبت خلاص كده السنتر بتاعي بتاع الشغل بتاعي بتاع تركيب الكم. هاجي بعد كده هخيط الجزء ده كده يا جماعه، هلفه مع ده كده واخلصه، وبعد كده اشتغل الف ده كده. تمام، اهو تاني برضه هنظبطه بالدبابيس اهو، هخيط كده. ولو انت لسه يا جماعه مبتدئه، ها، ما ينفعش ان انت صعب عليكي شويه ان انت تخيطي الدورانات دي على المكنه، فان انت تثبتيها الاول كده، وبعد كده اهو بصوا هتثبتيها واحده واحده، لما تاخديها حته حته زي كده اهو، بصي حته حته هتخيط معاكي عادي بكل سهوله. هاجي يا جماعه اخيط لغايه الفرد بتاع البلوزه، فاكرين اللي هو بتاع الخياطه ده، اللي هو الفرد السابق اللي انا خدته ده، بعد خيط الكم لغايه عنده. ليه يا جماعه؟ عشان انا لو كملت، لو انا كملت هتلاقي الجزء دول كلكع عندي، الجزء ده لو اتخيط اللي انا مش محتاجاه هيكلكع عندي. ساعات كده حتى خدوا بالكم لما بتكونوا جايبين حاجه لسه جديده وعايزين تظبطوها او تضيقوها، بتلاقي كده في كلكيع تحت الابط. ليه؟ عشان هي الحتت دي لسه متخيطه. تاني خلصت الناحيه دي، هرجع الناحيه التانيه هخيط كده اهو. اتفقنا ان انا الدوران بتاعي باخده حته حته اهو اهو. تمام اهي يا جماعه، لما احط الدوران حته حته صغيره زي ما انا عامله كده بالظبط، اشتغلي زي ما احنا بنشتغل اهو، عشان حاجه اصبري على حاجه عشان تطلع مظبوطه. تمام اهو اهو، هقعد تاني اهو اخيط لغايه الفرد بتاع البلوزه. تاني باكد كلامي يا جماعه، اهم حاجه التشطيب اهو، بعد اخيط لغايه فرد البلوزه. الجزء ده ما بخيطوش، لو خيطته هيكلكعلي تحت الابط. انا بخيط فين؟ لغايه فرد البلوزه اهو، لغايه الفرد اهو، وقفت الحتتين دول مش مخيطه خلاص كده. تمام، انا اهو يا جماعه خيطت الكم بتاعي. هاجي اعمل كده بقى، هروح جايب ادي الكتاب بتاعتي اهو، وادي الكم بتاعي اهو اهو يا جماعه بصوا اهو اهو. تمام، هاجي اعمل ايه؟ اول حاجه مفروض اعملها دي يا جماعه الخياطه اللي هي تحت الابط، اللي هي بتبقى تحت الابط، لازم احط الخياطه على الخياطه كده. بصوا بصوا اهو، شايفين الخياطه دي؟ انا عامله الكم لون تاني عشان يبان لكم بس وانا بشتغل. الخياطه على الخياطه بالظبط اهو كده اهو اهو بالظبط يا جماعه اهو، واحط كده واثبت دبوس عشان خياطاتي تبقى واحده، خط واحد يا جماعه، ميبقاش في خط طالع خط نازل. وباكد تاني اهو عشان يبقى تشطيبك نظيف، اهتمي ان القطعه تبقى حاجه نظيفه زي الجاهز. بصوا كده معايا ان انا عندي خط الخياطه اللي احنا كنا عاملينه اهو، مخططينه في البلوزه اهو، انا همشي عليه اهو. المكنه سهل جدا اهو كده، انا عامله خطواتي مش هتتعبني. وادي الخط بتاع الكم اهو، برضو همشي عليه. تمام كده اهو، بمشي بخيط كده اهو، بخيط كده على الخياطات بتاعتي اهو. تمام، بمشي كده وكده تبقى البلوزه معايا كامله. يبقى كده عرفنا ازاي بنطبق مقاسات الجسم بتاعي ومقاسات الكم بتاعتي. هنشوف على المكنه ازاي بنخيط الكم بقى على المكنه. هنخيط مع بعض الكم بتاعنا ونقفل البلوزه اهو.
انا جيت كده قلت ان انا حطيت هنا راس الكم، ان انا حطيت خياطة الكتف هنا على خياطة على فرد الكم، وافتح الخياطة بتاعتي. طبعا لازم اكون عاملة اوفر الاول اهو، تمام كده اهو يا جماعة، وما بخيطش ما بخيطش على الطرف بالظبط، تمام اهو ما بخيطش على الطرف بالظبط اهو. هاجي كده مكان ما حطيت الدبابيس اهو بتاعتي اللي هو الدورانت. يا جماعة بصوا، انت في الاول لازم تعمل كده، خلاص في الاول لازم نعمل كده، نحط الدبابيس الاول ونظبط شغلنا اهو. هاجي بقى اخيط بقى مكان ما انا عملت اهو، واحدة واحدة اهو، بشيل الدبابيس بتاعتي. الدبابيس يا جماعة لو عدت على المكنة بالطول هتكسر الابرة اهو، اهو بالراحة هعمل واحدة واحدة عشان تستفادوا. وهاجي كده يا جماعة عند الفرد بتاع البلوزة، قلنا هقف اهو، بدي فرماتورة على المكان ده اهو، بلاش دلوقتي فرماتورة عشان لو انتم مش تعرفوش يعني ايه فرماتورة. بصوا خلصت انا الجزء ده، الناحية دي اتفقت ان انا باجي الف من نفس المكان والف الناحية التانية صح؟ اهو برضو تاني اهو، باجي الناحية التانية باخد على عدلتك كده اهو على المكنة خلاص اهو، اهو من نفس النقطة اللي انا بدأت منها المرة اللي فاتت، وبجيب الدوران بتاعي كده وبقفله على الايه على المكنة برضو نفس الاتجاه يا جماعة اهو اهو اهو. متنسوش ده دوران مش خط مستقيم، تمام، وتصبري على الحاجة اهو. واتفقنا ان انا هاجي عند غاد الفرد واقف اهو، بس واجي لغاية الفرد اهو بتاع البلوزة اهو يا جماعة اهو، واقف لغاية الفرد بتاع البلوزة اهو، الفرد اهو وقفت خلاص. بعد كده بعمل ايه؟ بجيب، قلت بجيب حردة الكم اهي، ادي الكم كده يا جماعة كامل قدامي اهو، اهو يا جماعة بجيب الكم بتاعي اهو لغاية الكم اهو، بجيب هنا خياطة الابط على خياطة الابط بالظبط، قلنا اهو الخط اهو، خط على الخط بالظبط يا جماعة، بحطه كده على بعضه بالظبط اهو، وابدأ منه، هبدأ كده منه اخيط الكم. مش هتعرفي بصوا ثبتوه، بصوا اهو احط كده اهو خياط على الخياطة بالظبط، وبحط الكم بتاعي كده احط له دبوس، وباجي كده. بصوا يا جماعة هتلاقوا هنا خياطة الكم بتاعتي اهي اهو، الخط الابيض ده اهو، تمام، بمشي على خياطة الكم بتاعي اهو اهو، تمام، بمشي على خياطة الكم بتاعي خلاص كده. انا خلصت خياطة الكم بتاعتي، ارجع اخيط ايه؟ هرجع اخيط البلوزة بتاعتي من الجنب اهو، اظبطها الاول كده على بعض، تمام اهو، واظبطها على بعض، واجي كده من نفس النقطة اللي انا خيطت منها خيطت الكم تحت الابط، برجع اهو اهو يا جماعة، وعندي عندي يا جماعة الخياطة بتاعت خياطة ايه؟ بتاعت خياط خط الخياطة بتاعي اهو، برجع لخط الخياطة اهو اهو اهو، وخيط عليه، واعمل برضو كده في الكم التاني والناحية التانية، تمام.